أولادنا حملة أطلقها مغترب عراقي يحاول من خلالها جمع أكبر قدر من التبرعات، سواء من داخل العراق عبر التجار والمصارف الخاصة والحكومة، أو من خارجه من خلال الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، بغية بناء وتأهيل المدارس في المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش كمرحلة أولى. المؤتمر جاء برعاية شبكة الإعلام العراقي واحتضنه فندق الرشيد ببغداد. فقد استطعنا الحصول على إحصائيات بعدد المدارس التي تحتاج إلى تأهيل، والتي يبلغ عددها تقريباً 143 مدرسة في محافظة صلاح الدين، وأكثر من 78 مدرسة في محافظة الأنبار، وهناك أعداد أخرى في محافظتي نينوى وديالى. رغم عجز ابتدائي يصل إلى حاجة العراق 5000 مدرسة في عموم محافظاته، إلا أن المتبقي منها يشكو من إهمال ونقص حاد في المستلزمات والمختبرات والوسائل الترفيهية، وهو ما أشارت إليه الأمانة العامة لرئاسة الوزراء التي رحبت أيضا بمبادرة دولة الكويت لبناء 25 مدرسة في المناطق المحررة والتي تستحوذ محافظة الموصل على الحصة الأكبر فيها. المبادرة وبأي مبادرة أخرى تسعى لإعادة تأهيل المدارس أو لإعادة بناء المدارس، والأخوة التربويون والسادة أعضاء مجلس النواب في اللجنة، في لجنة التربية والتعليم، يعرفون أننا نعاني من عجز في عدد الأبنية ابتداء بما يزيد على آلاف، ربما 5000 بناية مدرسة. أعضاء في مجلس النواب انتقدوا عدم قدرة الحكومة على بناء المدارس أو حتى ترميمها، مشيرين إلى أن مثل هكذا مؤتمرات يمكن أن توفر بيئة تربوية أفضل لأطفال المناطق المحررة لو طبق جزء يسير من مقرراتها. في محافظات آمنة المدارس تتعرض إلى يعني الخراب الذي فيها والتدمير اللي لحقها يماثل التدمير اللي سواه داعش. عندنا ملف المدارس الطينية، هذا عندنا ملف الفساد في بناء المدارس في الحكومات السابقة، وملف كبير ومئات الملايين الدولارات. مثل هذا المؤتمر كان نتيجته 25-30%، هذا جيد، لأن الحكومات عادة والدول يكون تعاملها مع حكومات، يعني مع الحكومة العراقية. هذا أولا، أنا برأيي هذا شيء جيد أنه ندعو إلى بناء المدارس، ولكن أنا برأيي أنه ندعو إلى بناء الإنسان، هذا أفضل. المؤتمر تضمن أيضا عرضا مسرحيا قدمه مجموعة من الأطفال، بالإضافة إلى فيلم قصير يتحدث عن معاناة أطفال المناطق المنكوبة ورغبتهم بالعودة إلى مقاعد الدراسة بأقرب وقت. موفق مجيد، الحرة، بغداد.